احنا فركشنا يا ليه؟ عين امي. اهلا بيكم في الاكس بوكس. بكل بساطه قدامكم مجموعه اسئله والليفل بيعلى طول ما انتم ماشيين. من الاخر كده رديتوا على السؤال انتوا في امان، اصلقتوا هتلفوا الرولات وبالشفا. هاي اسمي مون، عندي 23 سنه. سندس نقطه. مين حاسب في اول ديت؟ مين حاسب في اول ديت؟ نزلني. اني واحد مش فاكره الاول، استنى التاني اللي هو بتاع اللي احنا قعدنا فيه في قدام البنزينه، فاكراه اللي هو بعد ما صلحنا الدنيا من اول مره. ايوه ده انت اللي حاسبت بصراحه. مش اول مره كنت اقلم حاسب، لا اول مره خالص اللي كنت بحاول واترفضت، فاكراه؟ تمام. اصل انا صريح، انا مش هاخد حاجه من الحاجات دي بصراحه. حاجة كنت بتستغربيها فيا وعمرك ما قلتيها. ايه الصمت ده؟ مش لا مفيش، حاسة انه كان عادي، انا متقبلة كل حاجة. حاسة انا مش عايزة تجاوبي عشان انت. لا والله بجد مفيش حاجة في دماغي خالص؟ مفيش حاجة في دماغك؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ حاجة يا طب مفيش، بجد مفيش. استغربي اي حاجة فيا، اتصرفي. اتصرفي معرفش. نم هدي ماشي. يا توت ولا ايه؟ هتلفيها. مش عارفة. بس خلاص اتفضلي لفيها عدل. معلقة قرفة. خدي نص معلقة. نص معلقة خلاص، نزلي شوية بس. اتفضلي. ما تطلعيش تراب. في مرة قبل كده كحيت وانا باكل قرفة طلعت تراب من بقي بجد والله. ايوه طلعت تراب. طلعيش تراب ارجوكي. هل كنت بتغير عليا قبل الريليشن شيب؟ كنت بغير. الاجابه ما قالش من مين، هو كاتب كاتب من مين ومن مين اهو. اول حرف من اسمه اتش. ارجعي بقى في خيالك كتير. لا قولي بعمله ايو. بتعمله ايو؟ ايو. ماشي قولي حاجة، قولي لي حاجة عملتيها في الأول وأنا ما أعرفهاش لحد دلوقتي، شكلك هتلف البتاع ده تاني. لا والله. مفيش حاجة؟ لا. أنا كنت واثق. كنت بس برجولة والله كنت واثق فشخ. اسحبي. جو أهيد. مين خد رقم مين في الأول وإزاي؟ استني بقى عشان ده حوار طويل. سندس إحنا ما خدناش أرقام بعض في الأول. إحنا لوش هو اللي ظبطنا مع بعض بالغلط لما كنا واقفين ورا الستيج عند الكوسبلاي. لا لما قال لي ان انت كنت ساكنه جنبي. يا بنتي خدنا ارقام بعض عشان قابلتك بعدها في التجمع جنب كليتي. كنت بكلم مساكي مش انت. ايه العبط ده؟ طب احنا ليه ما اديناش ارقامنا لبعض؟ مش عارفه يعني مين اللي ادى الرقم؟ ايه اديته لك ولا اديتوني؟ مش فاكره. طب ما يعني مفيش اجابه في الموضوع بجد، بس يعني بس احنا قلنا القصه كلها فضيع فينا من الدنيا. يعني فاهم؟ اوصفي شخصيتي في ثلاث كلمات. عبسي. ممكن نقول ان انت اوبن مايندد شويه وشخص لطيف. الله يخليك. شكرا. شايف احنا اتسرعنا في البدايات؟ ما اتسرعناش، لا ايش عادي، الدنيا كانت ماشيه في اللذيذ، بس هي حصل كم خوازيق فالدنيا ضربت، بس ايش يعني. لا يعني لا ما اتسرعناش. حسن في قرفه. عيد ميلادي امتى؟ في قرفه في اسناني. لا مفيش. لا خلاص. عيد ميلادي قرفه ايه؟ بقول لك عيد ميلادي امتى؟ بجد؟ بص انا فاكره ان انت شهر، انت فاكره ان انت عقرب. حلو بقى. ويوم يوم مميز جدا، يوم مميز جدا. انا اهو جنزبيل. هو ايه انت عيانه بجد؟ يعني بعد اذنك ولا نضيف كده كده، دي هتحرقك كفايه. هل عملت نفسك معجب بحاجه عشان حاجه بحبها انا، عشان يكون في حاجه كومن ما بيننا؟ ان انت كنت بتحبي تخبزي وانا ما بحبش المخبوزات، بس بجد كنت بشجعك عشان كنت بتعملي مخبوزات فعلا حببتني في المخبوزات، وبقيت بعدها اكل مخبوزات والله. بس قبل كده يعني قبل كده اول ما انت قلتي ان انت عندك بيج وبتعملي فيها بقى مخبوزات مش عارف ايه، حسيت اللي هو يا الله جميله. في حد قال لك حاجه وحشه عني في الاول وكانت ايه؟ في الاول ان انت بلاير. كنت لابسه ايه في اول ديت؟ انت كنت لابسه اوفر سايز عادي، كان شروال ابيض وتيشيرت اسود عادي. شروال ابيض؟ ايوه. او اعمل شروال بيضاء. والله كان كنت جاي من عند اختك. انا عمري ما جبت بنطلون ابيض. والله جبت بنطلون ابيض وكان شرواله واسع. بقول لك اوريكي الصور. اوريكي الصور برجوله.
بصل. شمي ارقشها حسها. ما حاسسها حاسسها والله طعمها يقرف. ممكن اروح اغسل ايدي اذنك. امتى الانيفرسري بتاعنا؟ لفي 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 بسرعه. اوكي لفي لفي ماشي ماشي هلف هلف. قول لي امتى. لا ما انا مش هلف ماليش فيه. اوكي بس قول لي. اصل تخيل انا مش فاكره انت هتفتكري. مش بحسش بالذنب بس. حلاوه بالقشطه. طب انا عايز احس بالذنب. بالشطه. بالشطه بالشطه. احنا كل ده قرينا بالقشطه. حلاوه بالقشطه مش مهم بس حلاوه يعني. ايه العبط. خدي خدي الكبيره اهي اهي. ماشي خلاص. كنت بتدلعني تقول لي ايه؟ كانش فيه. كانش فيه ده كنت بقول لك سندس عادي او سنجاب عشان حوار اللي هو سنجاب سنجاب سنجوب كنت بقول لك سنجاب. روحتي من فيرست ديت حاسه بايه؟ اللي هو الدنيا تمام يلا بينا. يعني ايه الدنيا تمام؟ يعني شغال. شوف اصلا ايه اللي الدنيا تمام؟ هو طبق كشري. هل شايف ان كان في حد بيدير علاقتنا ولا كانت احنا بس؟ لا احنا بس. احنا بس قوي لدرجه متخلفه. ايه اكتر حاجه بتحبها في شكل ساعتها؟ كان شعرك بشخ. كان انا بحب. كنت ساعتها انت عامله بوي كات وانا كنت كلب بوي كات بصراحه. بحب بوي كات جدا. دلوقتي برضو شعرك بس المره دي كيرلي عشان بحب الكيرلي. بامانه برجوله. والله عملتي حاجه قلتها لك ما تعمليهاش وعملتيها ولا لا؟ ايه ده قولي. انا فما حاجه يعني انت قلت لك ما تعمليش حاجه فانت قلت لي حاضر ورحتي عاملاها برده. بس ما علاقتنا ما كانتش كده. لا صح لا لا صح لا 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 بامانه. والله قولي. مش 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 هضربك. لا 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 مفيش. ورينا اكتر صوره لينا بنحبها او انت بتحبها. ما هي اللي انا مش لاقيها اللي احنا كنا متصورين عند العربيات قدام ارابيلا واحنا الاثنين كنا عاملين كده. بس انا مش لاقيها والله. كان رايك ايه في صحابي بصراحه؟ مش لازم بصراحه قوي يعني ممكن رايك كده. يعني بصراحه انا كنت بحب انا بحبهم لغايه دلوقتي احنا صحاب. بس كان في ساتشات كده. بس خلاص يعني خلاص دلوقتي عادي. اسحبي ورق اتفرج على الحلقه اول. ايه اكتر موقف بينتي فيه انك تقيل وكنت واقعه في الحقيقه يعني كده؟ بس انت كتبت بما اني ما عنديش. احنا كنا مكفيين على وش بعض في بعض ساعتها. فاحنا نتجاهل دي. اوكي. وانت بقى كنت عامل فيها ان انا مش عارف ايه وانا كنت مدلوق ساعه ما 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 ما, ما كلمتك عشان حوار الاكس بوكس اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي ده. كنت عامل فيها عادي بقى. قلت لإلي اصلا هي اللي تكلمك من بعيد كده. قلت لها فاهمه روحي بقى هاتيها لل اي انا بس. هي هنا تاخد من النقطه. مش عارف كنا لسه ضاربين بعض بالجزم من قبل ما نخش هنا. ازاي عملت لي ستوكينج؟ كنت بتستوك ستوكينج انستجرام عادي. كنت بستوك وانت جنبي عادي. ما كنتش حاسس ان ايوه والله. كنت بفضل الف صوره اقول لك الصوره دي عجباني او دي مش عجباني. مش ده كان في اول ديت ده يعني. ديت ده كان عبيط قوي. ايه العبط. قول لي اسم حد من صحابي ما بتحبوش دلوقتي. خلاص مفيش حد. مفيش حد. لا دلوقتي. ماشي دلوقتي يعني ممكن. قول لي اسم حد وهو يعمل تيت. سكة. بس دلوقتي لا يعني. لا 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 دلوقتي لا. دلوقتي مفيش حاجة. دلوقتي احنا كيوت. كان في بس شوية حاجات بعد التشطيب. مين حب التاني اكتر؟ السؤال ده صعباني. مش عارف مين مين حب التاني اكتر. انا مالي. انا يلا اثبت عكس هذا. مش عارفة حاسة ان انا كنت بكير شوية زيادة. سيكا مش قوي بس سيكا. انا مش هقول الجملة اللي قال لي ما قالهاش بس يعني. كنت انت بتكيري اكتر مني. سيكا 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 بسيطة. عمرك فتشتي في موبايلي؟ لا انا عارف ان الاجابة لا. عادي كنت بتجي طلع موبايلك وبنفتش سوا. بجد والله. والله علاقتنا كانت جميلة. كلم حد من صحابك وقول له ان احنا رجعنا. يا نهار ازرق. يا نهار. ممكن اختار؟ هديك اختيارات يلا عشان طيبة. ممكن حازم او ايلي. طب ما هو حازم هيطلع اصوات مش كويسة في المايك. حازم حازم. اعمل سبيكر. لو شتم هقفل. حزومي. ايه يا حبيبي؟ عامل ايه يا حبيبي؟ كله 100 100؟ عايز ايه؟ بص هفهمك. انا وسندس رجعنا. بس. ماشي. خلاص كده؟ ايوه. كنت متوقع رد فعل اسوأ من كده بكتير يا اسطى. لا يا ما تقولش كده يا بابا. شكرا لتسهلومك النفسي. ايه؟
اصلا رايح الجيم دلوقتي. ربنا معاك. ونامي بقى اللي هو بص طب المفروض اقول له المهم بقى حماتي ايه ده تقول لي قول لي اه اقول لك ايه قول لي اقول له خلاص بقى بعدين هكلمك بعدين والله هكلمك بعدين عشان مهدد بالسلاح. مين من سند؟ لا اله الا الله. قولي هاي يا اسطى عشان انا شكله مش مصدقني. هاي هاي اهو والله هكدب عليك ليه. سلام. ماشي ربنا معاك. العب بوش. سلام. الحمد لله الحمد لله. طلع يا لهوي قلبي كان هيقع سواء لما عمل حسيته هيبقى يلا يا ابني كده فاهم. احكي عن اول مره قلت انك بتحب التاني فيها. ايه احكي عن اول مره قلت لي انك بتحبني فيها. ده في الديت اللي انت مش فاكراه بقى ورجعت تقوليها ازاي. قعدت افضل اتسعبن الف كده لما قعدت اقول لك انا في حد ومش عارف ايه وبتاع فاكر. وانت قلت لي خلاص انت يعني ايوه ما ده الديت اللي كان قصدي عليه. هل في حد ساعدك او حرضك ان احنا نفركش؟ اتفضل يا بيه اتفضل. هي كانت نصيحه ومش من الشخص اللي امبارح عمال اصلا خالص والله. ممكن اعرف مين؟ ممكن اعرف مين؟ ما هتكرهيه. لا 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 ايو ايه ده بجد؟ صاحبتي بعدي يا هانم؟ لا مش هرد اسئله مش ليه قررت ان انت تيجي ونقعد القعده دي؟ بص يا ستي عشان حصل سوء تفاهم ما بيننا تمام؟ فهذا سوء التفاهم خلانا نعمل بلوكات لبعض. او يعني انا ما كانش ليا دور في البلوك انت اللي عملتي بلوك. انا كنت قاعد في امان الله. حتى وانت كنت برضه كنت عبيطه وفكره انك ما حطيتيش رقمي على البلاك ليست. وانا كنت بتصحي وبتنامي انت عشان عارف مواعيد شغلك. فانا كلمتك في الوقت اللي انت نايمه فيه عشان تردي عليا. بس انت ساعتها بقى عملتي حركه انصح. رديتي عليا بعد ما كانت حركه صايعه. والله كنت نايمه. ما ايوه انت رديتي عليا وانت نايمه وانت غير واعيه. وعمال بقول لك كلميني وانت ما كلمتنيش. بس ده وصلنا لهذه النقطه اللعينه. حصل خير. هل كنت حاسس ان استاهل احسن؟ ليه انا لا ليه يعني بلاش بالكاريزما والحاجات الغريبه دي. لا بجد ما اعرفش يعني ما اعرفش الايجو بتاعك هيقتلك. لا بجد ما اعرفش ربنا يوفقك. احنا فركشنا ليه؟ احنا فركشنا ليه؟ امي احنا فركشنا بعد ما قعدنا قعده القهوه مع اصحابك بتوع المدرسه ما حبيتهمش. كنتش حاسس بالامان ناحيته. لو رجع بينا الزمن كنت هتغير التجربه؟ الله يا غنيش. هل واحنا بنفركش حسستك ان انا كنت بفكرك بالاكس؟ لا تماما. انت كنت حاجه والاكس حاجه تانية خالص. مفيش وجه شبه ما بينكم. كان ايه رياكشن صحابك لما فركشنا؟ قولي رياكشن صحابك لما فركشنا بقى عشان انا عايز افركشهم. اتفضلي. طبعا كان في فرحه عامه. طبعا انا عارف بيحبوني موت. انا بعمل ايه؟ بيحبوني موت. كان في فرحه عامه فادي يقول لي خلاص وجامد وما تشوفي ده. اتعلمت ايه من نفسك من ساعه ما سيبنا بعض؟ ان انا ما احكيش لحد بجد. ان انا لازم افضل بقى قاعد بقى في كورنر كده خلاص نخلي حاجتي لنفسي. حتى لو باثق في حد ما احكيلوش. حاسه احنا عارفين نتعامل كويس دلوقتي ولا في صعوبات؟ لا الموضوع كان صعب. كان في صعوبات. انا كنت بشوفك في الايميل صورك اننا عارفين بعض اصلا. بس بعد البلكونه بقى لا خلاص بقى عودة العلاقه. تحدثنا والله تحدثات البلكونه مع مش قلت لك البروكود ماشي. انا كنت انانيه في علاقتنا ولا لا؟ لا خالص. كنت ماشيه العلاقه بشكل اللي هو كنت في ساعات بتديني اصلا اكتر ما انت بتدي نفسك. كان كذا مره مثلا ابقى انا في اوسخ قاع في الدنيا عشان شغل بقى ولا اصحاب ولا ايا كان. فانت كنت بتيجي حتى وانت عندك بلاوي زرقاء كنت بتيجي بجد تقعدي بتسمعيني ومش عارف ايه. لا فانت اخويا والله اخويا الكل. كان في حد متحكم ولا كنا متفاهمين؟ كنا متفاهمين. بس لما كنت بتقفش كنت بتبقى جميل يعني ما كنتش رخم. كنت اللي هو في اوقات لا بس كانت اخر فتره دي كانت بديك قلمين يعني. لا بعد اتكلم بس بقى متعصب وشي بعمل كده وفي عرق بيطلع لي هنا. بس بيبقى مختلف وضع الشيء بالظبط فبتضايق عليك. ايه الحاجات اللي كنا ممكن نتصرف بيها فيها بطريقه مختلفه؟ ما كناش نتسرع ونسيب بعض في الوقت ده عادي. كنا داون فكنا ممكن ساعتها نقف من بعض كالعاده وكانت الدنيا تمشي. بس احنا اتعملنا في بعض صار متخلفين.
احكي حاجه مستفزه عملتيها قبل كده بعد ما فركشت. ممكن معرفش ممكن. ايوه فاكر حوار لما قال لك ان انا شفتها في الافتتاح بتاع هنا مع واحد صاحبها شكلهم كانوا بيديتوا. هو ده دي الحاجه الوحيده اللي كنت حاسه يعني. كنت بديته؟ لا ما كناش بنديته. طب خلاص ماشي امال ايه الحوار؟ اتفضلي. ما نزلتي معايا ليه؟ كنت بتعرف عليه يعني لسه كنا بنشوف كان من التيم اللي كنت بدور عليه وما لقيتوش فيا. لما بتنشفي دماغك بتبقى مستفزه. كنت عايز دماغ طريقه سيكا بجد. للدرجه دي؟ انت لما بتنشفي دماغك ممكن تنايميني لنا تلاقي حد عقلي وتعملي اللي انت عايزاه فنتخانق. طب ليه؟ ما كمل يعني كنا ممكن نتناقش تقولي مثلا عايزه حاجه كده فاهمه؟ والنقاش هينتهي بايه؟ وايه؟ والنقاش هينتهي بايه؟ بخناقه. مسحتي صورنا؟ لا. لما تورينا الصوره اللي كان فيها اللي انت كنت لابسه فيها الشوال الجري. اعلم ان انا لا مش معايا على الموبايل التاني. اخر الصور اللي معايا فاكر لما كنا قاعدين في القهوه وقعدت اصيح لك اقول لك ان انا ايوه قعدنا اتصورنا في المرايه بتاعت سلنت. لا ما كناش في سلنت كنا في كلية البنات في ايوه القهوة اللي جوه دي. بس السلام عليكم. كده حلقتنا من اكس بوكس تكون خلصت. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. ولو عايزين تطلعوا مع الاكس في الحلقة الجاية اعملوا ابلاي على اللينك اللي في الديسكربشن.